قبائل. يمكن التعدد اللي في السودان ده بيورينا لأي درجة إن إحنا محتاجين نعرف جمال البلد دي وحلاوتها. بلدنا حلوة، فقرة من فقرات صباح الشروق اللي بنوري فيها جمال المناطق السودانية. نشاهد ونرجع. تلبس مدينة كسلا في فصل الخريف ثوبها الحقيقي وتكتسي بسحر الطبيعة وجمالها الأخذ، وتزدحم روافدها السياحية المتعددة بالقادمين لها من داخل وخارج الولاية، وتزدهر وتنشط السياحة فيها، وتبلغ ذروتها في يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام. نهر القش من المعالم السياحية المميزة لمدينة كسلا التي يداوم سكان المدينة وزوارها على التردد عليه طيلة فصل الخريف، لذا ليس بغريب أن ينال عبارات المدح والإطراء مما يداومون على التمتع به أثناء فترة بقائهم بالمدينة. يا فراش حاير يا فرايح لون، يا فراش حاير يا فرايح لون، امشي زور القاش ذهبك مفتون. مساي اكثر روعة ويكثر زوار القاش كلما اغتربت الشمس من مغيبها، وفي هذه الفترة تزدحم ضفافه بالمحبين والعاشقين، وتمتد على طول تلك الضفاف جلسات الأنس بين الأحباء والأصدقاء، وتكتمل الراحة النفسية للزوار مع مدعة المشاهدة باحتساء القهوة الشرقية التي تجعل النفس أكثر هدوءا، وتبلغ النشوة ذروتها مع السطح المقنين بالشعر الذي يحكي عن روعة القاش وحب أهل كسلا له. إن أجمل ما في القاش إطلالته الموسمية والتي تمنح مدينة كسلا لوحة جمالية متناسقة، وتزداد تلك اللوحة بهاء وجمالا بالسواق الممتدة على ضفتي وجبال التاكا وتوتيلا الواقعة على الجهة الشرقية له، وأطلق عليه البيجا أوغاش، وتعني هذه الكلمة المياه الفوار المندفعة بقوة. وهناك علاقة وطيدة ورابطة متينة بين القاش وجبال التاكا وتوتيل نشأت منذ قيام مدينة كسلا، ويكفي أنهما اللذان يمنحان المدينة القيم الجمالية ما بقيان وبقيت كسلا في هذا المكان. ارتباط البيا بالقاش وارتباط القاش بالبيا تاريخيا ووجدانيا نابع من كون أن البيا قوم لا يحبون الهجرة والبعد عن مناطقهم، إذا كانت علاقتهم بالقاش علاقة حب وعشق دائم. والبيجا يتحسسون القاش منذ قدومه لمدينة كسلا ويستقبلونه بالبشرى والترحاب، ولأبناء الحلنجة على وجه الخصوص عادة هي أقرب إلى الفراسة، يتعرف بعضا ممن تتوفر فيهم على مدى الخير الذي يحمله النهر لسكان المنطقة عند قدومه. ورغم الحب الذي يكنه سكان مدينة كسلا للقاش والحميمية المتبادلة بينهم، إلا أن النهر الذي يطلق عليه النهر المتمرد والمجنون ينجرف أحيانا عن مجراه ويقتحم المدينة الوادعة الجميلة ويحيلها إلى خراب. فكم من مرة قسى القاش على كسلا وجعلها تجأر بالشكوى من قساوته حتى على ألسنة الشعراء. وبمثل ما يمثل نهر القاش مصدر السياحة بمدينة كسلا، فهو مصدر ومورد المياه الأساسي بولاية كسلا، حيث تتعدد استخداماته بين الشرب والزراعة والرعي، ويعتبر الري بمشروع القاش الزراعي المعتمد على هذا النهر من أقل أنواع الري كلفة في السودان.